بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة، والطقس هيكون معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وهيكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، والجو هيكون لطيف في الساعات الأولى من الليل ومائل للبرودة في آخره، وده على كافة الأنحاء. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس بتنضمنا على تليفون الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بيكي، وطمنينا زي كل يوم عن حالة الطقس النهاردة. احنا اليوم طبعا مستمرين في انخفاض درجات الحراره والاجواء الخريفيه المستقره على كافه انحاء الجمهوريه. اغلب مصادر الكتل الهوائيه المؤثره علينا هي كتل الهوائيه الشماليه القادمه من على البحر المتوسط من جنوب غرب اوروبا. وجود كمان امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه على مدار اليوم، فده بدوره بيحجب جزء من اشعه الشمس، وكمان ما بنحسش معاه بوجود نسب رطوبه في الجو. الاجواء خلال فترات النهار اجواء معتدله على القاهرة الكبرى، محافظات السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، مائلة للحرارة على محافظات جنوب سيناء وشمال الصعيد، حر على جنوب الصعيد خلال فترات النهار. ايضا خلال فترات الليل هنلاحظ الانخفاض الكبير في درجات الحراره، والفرق كمان بين درجه الحراره فتره النهار وفتره الليل اللي بيوصل الفرق ده ل 8 و10 درجات احيانا في بعض المناطق. اجواء لطيفه اول ساعات الليل، لكن الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر كلنا بنشعر بالاجواء المائله للبروده، بعض البروده في الاوقات دي. بالاضافه كمان مع وجود السحب المنخفضه والمتوسطه هيكون في فرص لسقوط الامطار الخفيفه على بعض المناطق من سواحلنا الشماليه، اغلب المناطق المطله على البحر المتوسط شمال الوجه البحري، لكنها كلها فرص امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه، هنلاحظها في مناطق والمناطق الثانيه لا. بالاضافه كمان مستمر معانا تكون لشبوره مائيه خفيفه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، والشبوره المائيه دي بتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه. مهم جدا قائد المركبات والمسافرين على الطرق ياخدوا بالهم من انخفاض الرؤيه الافقيه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر، دايما في الاوقات دي القياده تبقى بهدوء تام على اغلب الطرق. ايضا هيكون في نشاط رياح فترات المساء، نشاط الرياح ده هيقلل احساسنا بارتفاع درجات الحراره، خلينا نحس اكثر بالاجواء الخريفيه وانخفاض درجات الحراره. الاجواء المستقره والاجواء الخريفيه دي مكمله معانا ان شاء الله الى يوم الجمعه القادمه، لكن مع يوم السبت القادم هنبدا نشهد حاله من حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه بسبب وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا وايضا على سطح البحر المتوسط، هيكون معاه فرص لسقوط الامطار متفاوته الشده، والحاله دي الامطار فيها قد تمتد الى القاهره الكبرى. طيب احنا متعودين ان دايما في فصل الخريف بيبقى في تباين في درجات الحراره وفي مفاجآت كده بتحصل، مره حر ومره برد، كلمينا لو كان في ظواهر جويه منتظر حدوثها خلال اليومين اللي جايين ولا لا؟ هو طبعا التباين الكبير في درجات الحراره وخاصه خلال فترات الليل والانخفاض في درجات الحراره فترات الليل هو اللي هيؤدي فقط لتكون الشبوره المائيه، هي دي الظاهره الجويه اللي ممكن تاثر على يعني حركه المرور او ممكن تاثر على الساده المواطنين، لكن باقي الظواهر الجويه هي طبعا نشاط الرياح مش هياثر بالصوره الكبيره. نخلي بالنا بس من فرق درجات الحراره، نبدا ننصح الساده المواطنين ان احنا نرتدي الملابس الخريفيه خاصه كمان للطلاب اللي بيروحوا المدارس الصباح الباكر، نبدا نزود لهم قطعه ملابس، ناخد معانا جاكيت خفيف او شال او اي قطعه ملابس اضافيه لما نحس بانخفاض درجات الحراره نرتديه، لان فترات الليل بالفعل هنحس باختلاف في درجات الحراره. كمان لازم نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه، لان دايما الخريف كلنا عارفين التقلبات الجويه اللي فيه حاده وسريعه، ممكن يحصل تغيرات في الحاله الجويه في اي وقت. نشكرك في النهايه، شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي خلونا نكمل معاكم نعرف درجات الحراره المتوقعه النهارده. القاهرة العظمى فيها 29 والصغرى 20، العاصمة الإدارية العظمى فيها 29 والصغرى 20، اسكندرية 27-20، العلمين الجديدة 27-21، مطروح 26-18، دمياط 28-22، بورسعيد 28-23، الإسماعيلية 30-18. السويس العظمى فيها 29 والصغرى 18، العريش 27-22، كاترين 27-15، طابة 29-23، حلايب 31-25، شلاتين 33-24، شرم الشيخ 32-24، والغردقة 31-23.
الفيوم العظمى فيها 30 والصغرى 19، بني سويف العظمى فيها 30 والصغرى 19، الوادي الجديد 35-20، أسيوط 30-18، سوهاج 31-19، قنا 34-21، الأقصر 35-21، أسوان 36 والصغرى فيها 22. عرفنا درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وعرفنا كمان تفاصيل الأجواء الجوية لحد يوم السبت اللي جاي. نكمل مع شاذلي وهدير باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا يا لم.